بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله مساكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في هذا اليوم وفي انطلاقات المساء ومنافسات الكبار والثمانية كيلومترات مع اختتام سباقنا المحلي السابع، وفي أسبوعه الثاني وفترته الثانية تختتم هذه الفعاليات، وأيضا الختام المحلي السابع في انطلاقات هذا المساء. مشاهدينا الكرام، على بركة الله أعلنت انطلاقة سادس الأشواط قبل لحظات. نسير مع هذه الانطلاقة وأتابع الصدارة والمركز الأول هنا، وأيضا نتابع هناك الانطلاق والبداية الأولى مع هذه الأسماء والشعارات المنطلقة معنا في هذه المنافسة هنا على أرضية ميدان الشحانية. أسير متابعين الكرام مع البداية مع الباز لهجن الشحانية، هنا من يفتتح النداء في هذه اللحظات وينطلق على البداية وعلى الصدارة. هنا الباز لهجن الشحانية ويتابعه سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وثاني المراكز أتابع ثاني المراكز هنا، والقادم امسيان هنا من يصل مع ثاني المراكز لهجن الشحانية، ويتابع امسيان سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي مع ثاني المراكز، والثالث الاسماء. وتابع القادم مهيوب هنا يصل مع ثالث المراكز لهجن الشحانية، ويتابع مهيوب سالم بن فهران المري هنا مع ثالث المراكز ورابع الاسماء. وتابع القادم في هذه اللحظات يصل سمران لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ويتابع سمران فيصل بن طالب بن محمد بن شفيع هنا مع رابع المراكز وخامس الاسماء. هناك الحزم لسعادة الشيخ جوحان بن سلطان بن جاسم بن فهد الثاني، هنا اختتم النداء مع الحزم خامسا في هذا الشوط متابعينا الكرام، ويتابع الحزم فهد بن سالم بن مسعود المري هنا مع خامس المراكز. هكذا اتممنا النداء مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى. هنا في دائرة النداء أذعنا خمسة مراكز متقدمة ومنطلقة مع ناموس هذا الشوط ومنافسات الكبار، منافسات قوية يشهدها ميدان الشحانية هنا من خلال انطلاقة الثمانية كيلومترات. هنا نتابع أيضا أمسية تراثية مميزة هنا مع هذه الأشواط، وعلى مدى 14 شوطا نتابع الندية والإثارة. أعود مشاهدينا الكرام متابعينا إلى البداية، إلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط هناك مع الانطلاق، انطلاق ثلاثي على البداية وعلى الصدارة، ولكن الله يا الصدارة، الله يا مقدمة الشوط. هناك أتابع الباز منذ البداية وهو في الصدارة في مقدمة الشوط، الباز لهجن الشحانية هنا مع الصدارة مع مقدمة الشوط. هذه النوعية التي دائما يكون لها حضور قوي وانطلاق مميز، الباز على الصدارة لهجن الشحانية، هنا يتابع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، هنا أيضا قدم لنا المعجزة في أول أشواط هذا المساء، في أول انطلاقات هذا المساء المعجزة، وأيضا مدى جهوزيتها لانطلاقات الختام. الله نتابع أيضا يقدم لنا الأسماء القوية مع هذا الشعار، شعار المؤسسة العملاقة هجن الشحانية، وهجنها هنا تنطلق على أرضية ميدان الشحانية. ولكن من الجانب الآخر أتابع أمسيان هنا من يصل مع ثاني المراكز لهجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن أتابع ثالث الأسماء من يراقب الموقف، من يراقب الموقف مهيوب هنا ثالثا ليشكل لنا حربة الصدارة في هذا الشوط من خلال انطلاقه مع ثالث المراكز مهيوب لهجن الشحانية، ويتابعه الذهبي سالم بن فاران المري. ثلاثية الصدارة، ثلاثية الانطلاق، هنا أيضا ثلاثة أسماء انفردت
فرقت عن بقية الأسماء في انطلاق قوي وباعدت أيضا من خلال هذه اللحظات وانطلاقتي أيضا. نتابع الباز، الباز هناك على البداية، الباز وأيضا أم سيار ومهيوب ثلاثية على الصدارة، ثلاثية على مقدمة الشوط، ولكن أكمل النداء، أكمل النداء مع رابع المراكز في هذه اللحظات. تتابع الاسم القادم في هذه اللحظات والمنطلق مع رابع المراكز سمران لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. هنا يصل، يصل سمران رابعا في انطلاق هذه ايضا الاسماء، يقود ايضا الاسماء والمجموعة الثانية. سمران هنا قادم ويتابع سمران، فيصل بن طالب بن محمد بن شفيع هنا مع ثاني المراكز، ولكن القادم، القادم مع خامس المراكز وصل هتاش لهجن الشحانية. يصل هتاش في هذه اللحظات ويتابع هتاش العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، ارى اسماء قوية قادمة ما خلف الخمس الاولى، الخمس المراكز الاولى، ولكن اعود الى البداية. الله يا البداية، 500 متر ايضا ما تفصل، ايضا هناك ما تفصل الثلاثية عن بقية المراكز في هذا الانطلاق القوي والمميز. ولكن الباز، الباز على البداية، على الصدارة، على مقدمة الشوط منذ الانطلاقة، والباز يقود هذه الأسماء. الباز يقود الأسماء المشاركة في هذا الشوط لهجن الشحانية. هناك الباز ويتابع الباز سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على البداية وعلى الصدارة كما تشاهدون متابعينا الكرام في هذا الكادر. هنا أيضا عبر قناة الريان هناك كادر كامل أيضا يحمل لنا هذه الأسماء. وأيضا هناك نتابع، نتابع أيضا ثاني المراكز والانطلاق من مسيان لهجن الشحانية ويتابعه العملاق سلطان الوهيبي، وثالث الأسماء هناك مهيوب لهجن الشحانية ويتابعه الذهبي سالم بن فاران. ولكن أرى أسماء قادمة، أسماء تشكل الخطر في هذه اللحظات، بدأت أيضا بالتحرك من خلال انطلاقها، ولكن القادم، القادم كرار، يا مرحبا بكرار. يصل كرار مع هذه اللحظات لينطلق في رابع المراكز لهجن الشحانية. كرار ويتابعه الذهبي سالم بن فاران. وهنا خامسا سمران ما زال منطلق مع خامس المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. هنا يتابعه فيصل بن طالب بن شفيع مع خامس المراكز. هذه النتيجة متابعين الكرام للمراكز الأولى المتقدمة في منافسات الكبار في تحديات الثمانية كيلومترات في يوم الختام لختام محل السابع. ما نشهد ايضا انطلاقات قوية خلال ايضا الايام الماضية ومنافسات مثيرة. متابعين الكرام اعود الى البداية، الى الصدارة، الى مقدمة الشوط هناك والصدارة والانطلاق مع مسيان في هذا الشوط لهجن الشحانية. هناك مسيان على الصدارة، امسيان لهجن الشحانية، ويتابع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على البداية على الصدارة. ولكن من الجانب الاخر هناك الباز، الباز ومسيان، الباز ومسيان ومهيوب في انطلاق ثلاثي على البداية على الصدارة، ولكن الباز من الجانب الاخر لهجن الشحانية العملاق سلطان الوهيبي. هناك في المتابعة وصل مهيوب مع ثالث المراكز لهجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران. هناك يقدمه في هذا الانطلاق القوي، ولكن سمران اتحرك، هنا انطلق مع رابع المراكز. مشاهدينا متابعينا الكرام اتابع سمران لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. هنا ينطلق مع سمران، وايضا يتابع فيصل بن طالب بن محمد بن شفيع هنا مع رابع المراكز.
واتابع القدوم، القدوم من كرار، وصل كرار لهجن الشحانية، وصل كرار ليكرر الإنجاز، ليكرر الانتصار. هنا قادم مع خامس المراكز كرار لهجن الشحانية، ويتابعه الذهبي سالم بن فاران، ولكن أرى اسم قادم هناك من الجانب الآخر، وصل ذرب، ذرب هناك يغير، ينطلق إلى خامس المراكز لهجن الشحانية، ويتابعه العملاق سلطان الوهيبي، هنا قادم مع خامس المراكز. مشاهدينا متابعينا الكرام، هكذا هذه الخمس المراكز، أتابع هذه الخمس المراكز الأولى، وأعود إلى البداية، أعود إلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط. هناك الانطلاق، هناك المنافسة مع أمسيان على الصدارة، على مقدمة الشوط لهجن الشحانية، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي هناك في الانطلاق في مقدمة الشوط. ولكن الله الله يا مهيوب، مهيوب قادم مع ثاني المراكز لهجن الشحانية، مهيوب وامسيان في انطلاق مسائي مميز في على أرضية ميدان الشحانية. هناك مهيوب لهجن الشحانية مع ثاني المراكز، سالم بن فاران المري يتابع أيضا في هذا الانطلاق. افتتحنا الكل الأخير، حرك روح هناك مع الصدارة مع الانطلاق، ولكن الباز اتحرك مع هذه اللحظات مع ثالث المراكز. يصل الباز لهجن الشحانية، ينطلق الباز ليشكل الثلاثية. الله يا الباز، هنا يتابع الباز، ويتابع الباز أيضا الوهيبي سلطان الوهيبي مع ثالث المراكز. ولكن أعود إلى البداية، إلى مقدمة الشوط، أمسيان هنا أيضا، أمسيان مع الصدارة مع مقدمة الشوط لهجن الشحانية. غادر 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 وانطلق، الله على هذا الأداء، الله على هذا الانطلاق. هنا مع أمسيان، هنا يقدم العروض القوية، يقدم العطاء من خلال هذه اللحظات ومن خلال انطلاقه وانفراده عن البقية. أتابع أمسيان وأنتم تتابعون كذلك مشاهدين الكرام. هنا أمسيان ينطلق بالصدارة، يباعد أيضا في هذه اللحظات. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللعملاق سلطان الوهيبي، بدون أي تعليمات، بدون أي أوامر. هنا أمسيان أسعد الله أيضا مساكم أيضا مع أمسيان، ولحظة وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس والانتصار. تهانينا لهجن الشحانية وللعملاق سلطان الوهيبي على هذا الفوز. ثاني المراكز، هنا الوصول من مهيوب، مهيوب من يصل مع ثاني المراكز متابعين الكرام لهجن الشحانية، والثانية لسالم بن فاران، وثالث المراكز الوصول من الباز لهجن الشحانية، وأيضا الوهيبي تابع العملاق سلطان، ورابع المراكز للطام لهجن الشحانية، وخامس المراكز كان الوصول ضرب من وصل مشاهدين الكرام مع خامس المراكز لهجن الشحانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على هذا الفوز والناموس والانتصار، أيضا ناموس مستحق يسجل مع أمسيان. مشاهدين الكرام نتابع لحظات الوصول والانتصار وأيضا التوقيت الزمني ولحظة وصوله إلى خط النهاية. توقيت ضرب ولحظة وصوله إلى خط النهاية 13 دقيقة. ثمانية وثلاثين ثانية وأربع أجزاء من الثانية. توقيت ضرب ثاني المراكز كان الوصول من مهيوب، وتوقيته الزمني ولحظة وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. أيضا نتابع من خلال الشاشة مهيوب ولحظة وصوله في هذه اللحظات 13 دقيقة 49 ثانية و24 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، والتهنئة للذهبي سالم بن فاران. ثالث المراكز كان الوصول
ثالث المراكز مشاهدينا ومتابعينا الكرام كان الباز وتوقيته الزمني 13 دقيقة 56 ثانية 34 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وإلى العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. متابعينا الكرام انقضت